موضوع الفيحة، يعني على مستوى المشاركة الكل يعرف أنه من المنطق والعدل في كرة القدم أن تكون المشاركة الأولى هي للحضور، لإثبات الذات، للهوية، لأشياء كثيرة، مكافأة النفس على بطولة سابقة. لكن يعني في البعض، خلني أقول في الجانب الرياضة السعودية، حمل الفريق وإدارته أكثر مما تحتمل، رغم أنه لو شاف يعني مثلا بقية المجموعات في دوري أبطال آسيا هتحصل أندية لعبت 4 مباريات 0 من النقاط، أندية جديدة على دوري أبطال آسيا إلى الآن لم تذق طعم الانتصار ولا حتى طعم التعادل. الفيحة نعم يخسر ولديه 3 نقاط فقط، لكن لا تزال حظوظه قياسا بالمجموعة لا تزال حظوظه قائمة. ما أبغى مهد لك أنه والله مشاركته إيجابية، لكن أقول يعني هل إحنا ممكن نحمله ما أكثر مما يحتمل؟ قد بعد مباراتين نجد الفيحة متأهل. صحيح ابو علي، المجموعه وحتى 3 فرق الاخرين يعني المجموعه لهم يعني الفرصه ان الواحد يحجز البطاقه الثانيه للتاهل، بتكرر في المركز الثاني 4 نقاط، بعد اهالي والفيحاء 4 نقاط والفيحاء 3 نقاط. ولكن انا اعتقد في الامور الفنيه الفيحاء لما بدايه الموسم لحد الان في المركز التاسع 15 نقطه، دائما الفيحاء يعني لما يلعب في الكاس او لما يبدا بدايه، دائما يبدا يعني بدايه جيده في الدوري، وطريقه لعب واضحه، اسلوب واحد. اعتقد لاعبين سابقين في الموسم الماضي بوجود الواكايم يمكن ما بدا في بدايه الموسم واصابته اثرت بشكل كبير في الناحيه الهجوميه بالنسبه لنادي الفيحاء. اعتقد نادي الفيحاء في الاسلوب المباشر يحرج اي فريق، اي فريق، يعني يمكن حتى من خلال توقعات في بدايه دوري ابطال اسيا حتى لو مباراه العين، يعني كنا نتوقع وانا واحد من الناس كنت اتوقع ان الفيحاء يحرج العين ويلعب في الارتداد السريع والتمرير في المساحات وهذه الامور، ولهذا الاسلوب يحرج اي فريق اللي عنده قدره الاستحواذ والسيطره من خلال النقلات القليله اللي تصل الى المرمى سريعا. ونواي كامل لما يكون متواجد دائما شكل الفريق يكون الافضل، وكذلك حتى سلطان مندس عنده السرعه سكاله يمكن من المستوى الثابت من اللي ظهر فيه مستوى الفيحاء المتعثر من بدايه الموسم، ولكن عنده القدره اذا لعب في طريقته وطبق الارتداد السريع والتحول في الكرات الهجوميه. جميل. ولكن مثل ما قلت ابو علي صعب انك تحمل الفيحاء مثل ما تحمل الهلال والنصر والاتحاد.